الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، من خصال الإيمان الحياء، وهو شعبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة كما جاء في الحديث. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فعلى المسلم أن يتميز بهذا الخلق الجميل الذي كان يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتميز به كليم الله موسى عليه السلام وأنبياء الله ورسله، خلق الحياء. فما أجمله من خلق، وما أفضله من خلق، هذا الخلق الجميل الذي تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الحياء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فيا إخوة الإسلام، عودوا إلى هذا الخلق الجميل. والحياء ليس معناه أن يترك المسلم حقه، لا، ولكن الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء خلق جميل، خلق جميل يبعث المسلم على ترك كل قبيح، ويلزم المسلم به حقوق الناس، ويمنع من التقصير في حقوق الناس. الحياء يمنعك من التقصير في حقوق الناس والتقصير في حقوق الله تبارك وتعالى. من فعل ذلك فقد استحيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الخلق الجميل، هذا الخلق الفضيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.